1 فبراير 2021 صبحكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة يوم الاثنين، ساعة تقضونها معانا على الهواء في برنامجكم الصباحي شمس البحرين. أكيد طبعا أحلى وأجمل صباح لكم مشاهدينا، حلقة خفيفة وإن شاء الله تكون مفيدة لصباح يوم الاثنين. بس في البداية خلونا نرجع ونذكركم مشاهدينا، الحذر مطلوب مع وجود الخطر، ومن الضروري عدم التراخي والتهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، حيث من المهم استمرار اختصار التجمعات على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود والأماكن الخارجية المفتوحة بدلا من الأماكن المغلقة، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس. أكيد طبعاً، والنسبة المرتفعة اللي تم الوصول لها من الحالات القائمة في العائلة الكبيرة تعكس أهمية مواصلة الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في مختلف الأوقات والأماكن وعدم التساهل فيها في النطاق الأسري الممتد، خاصة مع ضرورة التقليل من التجمعات قدر الامكان. طبعا في العاده في شنو نبدا برنامجنا لك اليوم؟ بالمشروب الصباحي. حسن عبد الله الجاسم من بورا بورا، حياك الله معنا. صباح الخير يا هلا. خلينا ننتقل لك على اليوم، اكيد في مفاجاه بعد وخلطات. اكيد دائما حسن يجهز لنا مفاجات وخلطات سريه مميزه. حسن شنو عندك اليوم تجهز لنا؟ اليوم طبعا موهيتو وسلاش. موهيتو وسلاش، يلا نطالع بدعات بورا بورا اللي طبعا احنا متعودين عليها دائما ان شاء الله. اليوم بعد فيه خلطات سريه؟ لا اوكي اليوم تمام. اشياء كلها معتاده؟ كلها معتاده، بس دائما لمسه بورا بورا موجوده لازم. خلينا نشوف اول شيء نبدا بشنو، بالسلاش ولا بال احذر؟ سلاش. سلاش احذر، اسمه احذر. اسمه احذر. شلون تختارون الاسامي؟ لازم يعني اذا بننزل شيء زين نشوفه هو يعني احنا الجوده زين، وعقب ما نخلص نشكل العصير عقب نسميه، فهذه من شكله تقول هاي احذر يعني يبين انه خطر يعني. اي احذر. وشلون تختارون النكهات؟ النكهات الله يسلمك، هو شوف احذر في نفسه رابتر، بس هاي اورنج وذي ميكس بيريز، فشفنا اقبال على الرابتر وايد سلاش ومنعش وشي، فقلنا ليش ما نغير لهم النكهه؟ فكرنا اللي ما سوينا سلاش بس ميكس بيريز. حلو، خلنا نبدا في المشروب الاول ونشاهد ان شاء الله باذن الله. يكون عندكم طبعا اختيار للنكهات قبل لا تطبقونها. اي لازم. انت اللي تختار ولا تجرب على الربع؟ طاقم العمل كامل اللي يختار. حلو حلو، يكون في اجماع على النكهه يعني. إيه قبل لازم الطحلة. لازم الربع والاصدقائي يشيكون قبل لا ننزل. ودائما كل نكهه مثل ما نقول لها جمهورها، لها محبينها. صح. يعني لازم تنوعون، وحلو انك تكون عندك خيارات كثيره. خيارات كثيره. نعم. وحسن امس ذكر ان السلاش عليه اقبال وايد كبير، صح؟ ايه دائما الناس وايد يتجهون الى انهم ياخذون سلاش. هذا السلاش ايه احنا اوريدي مشهورين في درينك اسمه رطوبه. اوكي. بس المشكله الماكينه عوده في الابداع في الاسامي، دائما اسامي غريبه وحلوه وتشد الناس. عندنا درينك اسمه رطوبه، وهذه هذه حزت الرطوبه. هاي حزت الرطوبه صدق، يكون منعش، يكون وايد منعش. حلو. بس خبرك الماكينه وايد عوده ما اقدر اجيبها ماكينه السلاش. والله تمنينا نجرب الاشياء الثانيه. تزورونا في المحل ان شاء الله. ان شاء الله. السلاش بعد مثل ما نقول من المشروبات الصيفيه اللي الناس تحبها في الصيف، ودائما الصغار يحبونها لان شكلها يغري وايد يغري. وهي طبعا في بعد ميكس كانديز. حلو. عندي احط العسكريم من تحت، عقب السيروب، وعقب السلاش من تحت. انا اعتقد ان الوان السلاش هي دائما تكون يعني ملفتة للنظر، تكون الوانها يعني زاهية لازم فيها. إيه فهل انتم تحبون ان انت يعني مثلا هي اللون بيطلع على حسب النكهة الموجودة؟ على حسب النكهة. إيه فهل في بعض مثلا السيروب اللي انتم تضيفونها على اساس ان انتم تغيرون بعض الالوان تنوعون منها؟
احنا نشوف يعني احنا هذه ميكس بيريز فاكيد لونه بيلك هالاحمر احمر او بنفسجي على احمر كذي. مثلا الرابتر برتقال برتقالي فاتح مع الفانيلا وذي يعني لازم الالوان لها دور ردي في العصير بعد لازم يعني مثلا لو بنغير في اللون نحط مثلا سيروب معين يكون لون يكسر اللوية صحيح يكون لون في نص الجلاس مثلا. الحين هذا مشروب احذر احذر حلو طبعا الحين ما خلص اللمسات. حلو انه يعني مثل ما نقول لمسات مثل ما نشوف العسكريم وفي حتى تماسك العصير السلاش شيء مميز يبين دائما احنا السلاش نخبر يسوونه بالماكينه لكن صح. لما تسوي طريقه مباشره خلينا نقول وطريقه من محتويات قدامك موجوده فيكون شيء حلو اكيد الحين بتشوف اللمسه الخاصه حق الفرن لازم الحين بتبتدون في المشروب الثاني يا سلام لا لحم ما خلص احذر احذر لحم ما خلص انا مو قاعد اشوف لان لا صدق مشروب صيفي هاي التاتش الاخير هني تطلع اللمسات الابداعيه بعد عند محلات العصاير دائما يختارون افكار غريبه خلينا نقول لازم تسوي شكل يغري صح الاخرين والعسكريم بدوره يعطي نكهه للعصير يعطي نكهه للعصير طبعا الحين بنبتدي بعد في كهرباء شوف الكهرباء الحين خلصنا من احذر خلصنا من احذر الحين بنبتدي في كهرباء ان شاء الله الكهرباء شنو محتوياته قلنا؟ الكهرباء بعد ميكس بيري بس موهيتو وانرجي اوكي يعني موهيتو اكثر ايه ما ادري ليش حسيت يوم قلت كهرباء انه هو شيء بيخليني انفض يعني يمكن من حموضته هل في حموضه ولا ما في حموضه؟ هو التاتش الاخير اللي انت شفتيه بتعرفين انه هذه كهرباء اوكي ان شاء الله يعني مشروبات الطاقه دائما مثل ما نقول شعار الكهرباء ينحط على مشروبات الطاقه حسن يعني تلاقي الزباين اللي يجون لك مثلا المحل او يطلبون من عندكم يتساءلون يعني عن هذه الاسماء وحتى لو مثلا انت قلت لهم هذا المشروب اسمه مثلا كهرباء هل يحبون انهم يعرفون شنو الشيء المكون له على اساس التسميه ولا انهم يجذبهم الاسم ويختارون على هذه الاساس بس؟ في ناس يجذبهم الاسم في ناس يسالون انه ليش هذه اسمه كهرباء؟ فانا يعني اذا مثلا يسالوني اقول لهم انتم تشيكوا وقولوا لي عقب ليش كهرباء واذا ما عجبكم ابدل لكم بس انتم تشيكوا فعلا لين تشيكونه يقولون لي صدق كهرباء اوكي اسم على مسمى دائما واعتقد اكثر شيء يوهقكم في المحلات لما يجي احد يقول لك شنو اطلب شنو زين عندك هذا هو طبعا انت في المحل اكيد اختبرت كل النكهات عندك وكل النكهات زينه صح فشلون توصل لذوق العميل خلينا نقول اقول له يعني مثلا اذا جاني الكاستمر وسالني هاي السؤال اقول له مثلا انت شنو تحب؟ شنو تحب؟ هاي اول شيء مثلا انا احب الفاكهه المعينه ولا احب هاي الشيء اعطيه عده اشياء اقول له في هاي في شي في كذي هذه مكون من كذي 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 وردي يعني مكتوب في المنيو بس في بعض الكاستمر يبون الناس تشرح لهم عشان يجذبون حق الدرينك نفسه خبرك يعني وانا رايح بشتري لازم بعرف شنو باخذ صح يمكن اصعب شيء اصلا لما انت تروح محل خاص لما تروح للمره الاولى او حتى رحت للمره الثانيه تبي تجرب شيء ثاني غير اللي جربته اول مره يعني تحتار ما بين الخيارات المتعدده اللي يقدمها لك المحل فحلو انه بعض من المحلات يحطون اللي هو وصف حق المشروب على اساس انه يسهل على الزبون الاختيار اي هو موجود الوصف بس في ناس يعني مثل ما قلت لك يحبون انه يسالون يستفسروا عندهم حب الفضول صح دائما الانطباع الاول مهم يعني دائما تبي العميل من اول زياره يكون مرتاح ومستانس بالمنتج اللي خذاه وخاصه انا استانس اذا اشرح لهم ان هذه ترى مكون من كذي 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 او اوكي نبي او بعد فيها لهم بعد نبي صح فيكون في وين وصلتوا المشروب الحين البورت الاخير الكهرباء الحين قاعد نطالع الخلطه اوكي هذا المشروب صدنا الخطة السرية فيه
انت بتصيد؟ صدنا الخلطة السرية. اوكي صاريت امس انا ما قدرت. بس ما بنقولها حق المشاهدين بس انا. سمعت الصوت؟ ايوه. ما اريد ان سمع الصوت. انا سمعته الحين توني يعني. هذه الكهرباء. هذه الكهرباء. بدأت تضرب شوط. فلازم الواحد يسمع دي الصوت علشان يعرف انه صدق كهرباء. طبعا هاي بعد توه نازل من فتره يوم فتحنا اخر الفرع الاخير. نزلناه بمناسبه افتتاح الفرع. حلو. وللحين يعني مو الكل بعد يعرفه. فهذه فرصه للناس انهم يشوفون ويروحون هناك علشان يسمعون الصوت. هذا. حلو. طبعا هاي بعد حق مخرجنا اليوم. يستاهل مخرجنا. مخرجنا لك عصير اليوم. يستاهل طبعا. خلينا نجرب كهرباء. هاي جماعة جربين الكهرباء ولا؟ عادي. اللي انت بتجربه عطني شيء. اعتقد الكهرباء اسهل. هاي الانرجي. ها غير. هذا الموهيتو هاي مع موهيتو؟ هاي انرجي. انرجي. تبي موهيتو ولا انرجي؟ عادي. اي شيء. باخذ على ذوقك اليوم. اللي بيه معك. تفضلي. هذه اللي هو شنو؟ هذه اللي هو الكهرباء. لا اعتقد الموهيتو هذا اللي الموهيتو اللي في يدك. موهيتو اللي في يدك. تبي الموهيتو؟ لا عادي. انت تبي تجرب الكهرباء ما ادري كيفك. اعتقد يعني مع انه هو كنا نفس الشيء تقريبا تقريبا بس يعني يفرق الطعم ها بين الموهيتو يفرق وبين خبرك طعم الانرجي لازم شوي يبين في كل مكس لازم يبين. حسن في وايد ناس يحبون الموهيتو بس ما يشربوا مشروبات طاقه. في بدائل صحية مثل ما نقول غير عن مشروبات الطاقة مثلا تستعملون خلينا نقول مشروبات غازية ولا حتى صودا. هو اللي عندك الحين مشروب غازي وفي بعد الصودا إذا يبون بس الصودا معروف إنه ما في طعم فمشروبات الغازية عليها إقبال أكثر من الصودا. صودا مثل ما نقول على حسب اختيار العميل إذا على اختيار. حلو. لا بصراحة منعش. عطانا كهرباء من الصوت. أنا إيه أنا الكهرباء كيستو الحين الحين صراحة إبداع والله خلطة حلوة وايد حلوة. بالعافية. يعطيك العافية حسن. تبرك بوتر إن شاء الله في إبداعات جديدة. إن شاء الله بإذن الله. يا رب. ضيفتنا اليوم مصممة أزياء مبدعة وبفضل صفوف المدرسة وتشجيع معلماتها ودعم أهلها اكتشفت موهبتها في سن مبكر ووصلت نجاحاتها وورثت المهنة إلى ابنتها. معنا في الاستديو ريما يحيى الباكر صاحبة مشروع الجادل وشركتها ابنتها سارة طارق الشنو. صبحكم الله بالخير وشرفتونا اليوم. صبحك الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا. بداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على استضافتنا وما قصروا. هذه دعم كبير منكم حق بحرينيات توهم مشاركين يعني حابين ان احنا نطلع ان شاء الله للعالمية. تستاهلون الدعم وان شاء الله كل التوفيق لكم. في البدايه لما تكلم ريما عن بدايتك خاصه ان احنا ذكرنا ان هي كانت من الصفوف المدرسيه. كلمينا عن هذه البدايه. بدايه انا يوم كنت صغيره عندي هاي الهوايه حب التصميم الاكسسوارات والذي فحبيت هاي الشيء ووالدتي كانت بعد نفس الشيء كانت عندها مهنه الخياطه فمثل ما تقولين ان انا ورثت هذا الشيء من والدتي. حلو يعني انت ورثتي هذا الشيء من والدتك ورثتي حق بنتي سارة. فانا سارة ابي اسالها ان الكثير من الابناء اليوم يمكن ما يحبون انهم ياخذون مهنه ابائهم او ما يبون يعني ياخذون نفس الطريق اللي اتجهوا فيه امهاتهم ولا ابائهم لكن انت متى حسيتي ان لا انا ابي اكون مثل امي؟ من يوم انا صغيره كنت كل اشوف امي تصمم وكذي فالشغف صار عندي شغف وحب ان انا اصير نفس امي. حلو يعني من يوم ما كنت صغيره حسيتي ان انت تميلين الى تصميم الازياء. هل في سن معين مثلا متى بديتي؟ بديت يعني كنت شيء انا استقي ثيابي من الابتدائي وشي يعني انا اكون شيء الوان وهالوان. ابتديتي في نفسك يعني اول شيء تميتي تصممين حق نفسك؟ اي شوي شوي يعني تميت اصمم مع امي ونحط لمساتنا وشذي فيطلع عندنا التصاميم. حلو. طبعا يعني ساره يمكن كل او ريما في كل مشاريع في كل المهن اللي ممكن ان احنا نتجه لها تكون في بعض التحديات وتكون في صعوبات نواجهها ولكن الجميل ان احنا نتخطاها ونقدر ان احنا نتغلب عليها. هل في تحديات يعني او في صعوبات واجهتك اثناء قيامك في هذه المهنه وشلون قدرتي تتخطينها؟ فعلا كل مشروع فيه صعوبات لابد من هالشيء. فاول صعوبات كانت لما احنا كنا نختار القماش او نختار شو اسمه فكنا شوي نحصل صعوبه نحب ان نكون شيء متميزين فيه. فكان مثلا ساعات ان احنا نضطر ان احنا نسافر برا البحرين نجيب اشياء مثلا غريبه نحط اقمشه مثلا فهذه من الصعوبات اللي احنا واجهناها.
فاحنا كنا نحب ان الشيء يكون متميز، كل قطعه كنا نحب انها تكون شكل غير مميزه. والتحديات احس انه يعني بالعكس كان يعني شيء حلو، منها كان سفر وتعرفنا على ثقافات برا، مزجناها مع الستايل اللي عندنا هنا البحريني، فصار يعني اعطانا شيء حلو يعني. حلو يعني ان انتم كنتوا يمكن التحديات او الصعوبات اللي واجهتوها في ان انتم تلقون الشيء اللي يكون مميز وفريد يميزكم عن غيركم، ولكن لقيتوه لما قدرتوا ان انتم تتجولون وتسافرون الى اماكن، فقدرتوا ان انتم تاخذون بعض الافكار والاقمشه مثل ما ذكرتي، صح؟ صح. حلو. يعني ساره لو بتكلم وياك عن تصاميمك، تصاميمك ممزوجه ما بين الحاضر والماضي، ابي اعرف مثلا مثل هذه الافكار شلون تقدرين ان انت تستوحينها وشلون تقدرين تطبقينها؟ نستوحيها من تراثنا البحريني اكيد، وكنا نمزج الاشياء التراديشنال مع الاشياء الحديثه عشان تكون تصاميم تواكب موضتنا. حلو. يعني وهذه واحد من التصاميم اللي انتم صممتوها، لو نتكلم اكثر عن هذه التصميم. استوحيناها من الفروه الرجاليه البحرينيه، حطينا الفرو في اليد ودخلنا عليه الوان عشان تكون نسائيه وعلى الموضه وتجي الوانها فريحيه. حتى بالنسبه حق الالوان شلون تقدرون ان انتم تتم اختيارها بهذه الدرجات وبعض التفاصيل الموجوده ايضا؟ ترى هاي شوي من المراحل اللي شوي فيها صعوبة. لما نحط القطعة نحط معاها كذا لون وكذا تغيير، فياخذ لها وقت لما نوصل حق الشيء اللي انت تشوفينه مثلا الحين قدامك. فيعني هي التصميم النهائي يتم عقب عدة خطوات وعقب مراحل من يعني التجربة مثل ما نقول. فانتوا يعني تحطون اللون وتلاقون الالوان اللي ممكن ان هي تناسبه، وهذه مثل ما ذكرتي ممكن تكون بعد شوي صعوبة في ان انت تلاقين الالوان اللي صدق تتناسب مع بعض في نفس القطعة بشكل عام. طبعا لو بتكلم عن الداعمين، دائما الاشخاص اللي يدعمونا في حياتنا لهم دور كبير في انهم يخلونا نوصل الى النجاح اللي احنا نتمناه والى مساعينا بشكل عام. هل حصلتي دعم ومن هم الاشخاص اللي قدروا انهم يدعمونك ويوصلونك الى ان تتحققين هذا المشروع؟ بدايه اشكر الشيخه الدكتوره مي العتيبي، لان هي حضنتنا في الحاضنه مالتها اللي هي ارتيزانا 973. كل البحرينيات يعني ما شاء الله يعني ما قصرت معانا بوقفتها بمساعدتها، كانت يعني بالنسبه لنا صديقه اكثر يعني من ما احنا يعني قائده رائده يعني كانت بالضبط. فمنها تعلمنا اشياء وايد، تعلمنا شلون مثلا تكون روح الجماعه، تعلمنا اشياء وايد ان احنا كلنا كبحرينيات كنا في حاضنه واحده، فقدرتوا ان انتم تاخذون مثل هذه القوه اللي تخليكم تواصلون في هذه المشروع. إيه هذه التصميم الثاني الموجود ويانا على الشاشه الحين راح يظهر، كلميني اكثر عن التفاصيل اختيار اللون وعن نوع القطعه ايضا اللي انتم اختاريتوها. اوكي، هذا الموديل بيكون عندنا باللون، والشغل اللي فيه شغل يدوي، هذا الشغل احنا سويناه بالهند. فيعني تقدرين تقولي مثلا بحريني على الهندي، هو مو بس يعني مزج بين الحاضر والماضي، المزج بين الحضارات ايضا والثقافات. بالضبط. حلو. يعني هاي الشيء ممكن انه يبين لنا التميز اللي انت تميزته. وانا كنت ابي اسال ساره عن هذه الموضوع تحديدا، الكثير من المصممات اليوم، احنا اليوم لو نطق بس في جوجل ولا نطق في الانستغرام يطلع لنا الكثير من التصاميم والكثير من مصممين الازياء بشكل عام. اكيد انتم حرصتوا ان انتم تكونون مميزين عن غيركم، وهذه من الاشياء اللي انتم حبيتوا ان انتم تميزون فيها عن غيركم. كلمينا اكثر عن هذه التميز وشلون انتم تثبتون وجودكم في هذا السوق بالشيء اللي صدق يخليكم تكونوا مميزين. طبعا عندما يجتمع النساء يحدث السحر، ما شاء الله. هدفنا انه يكون شيء على الموضه ويكون يساعد يعني المراه ان هي تكون انيقه البحرينيه. طبعا فحلو تهتمون بالتفاصيل، صح؟ تحبون دائما تكون التفاصيل متقنه بشكل عام. ما شاء الله، يعني انا قاعده اشوف ان التصاميم حلوه، الالوان ايضا طبعاً. الالوان حسيتها تميل الى الشتاء الحين بما ان احنا في فصل الشتاء، فالالوان تعكس الفصل حتى اللي احنا موجودين فيه. نبي نتكلم عن هذا التصميم. طبعا هاي التصميم من استوحيناه من اللولو البحريني، واللون يكون طبعا من الالوان البحر الديب اللي حلو. تكون الزرقاء الجميله مثل ما تشوفونها، ومشكوك باللولو يدوي كامل في الايادي ومطرز بال شيء تراثي النكشه مالتها.
ما شاء الله، يعني التصميم جميل، الألوان حلوة بعد اللي تم اختيارها علشان تعكس هذه الجمال بشكل عام. يمكن في وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام تحديدا، القطع اللي أنتم تعرضونها ريما تلبس بأكثر من طريقة، أبي أعرف عن هذه يعني التوجه اللي أنت توجهتوا له، وشلون تجي لكم فكرة أنه ممكن هي تنلبس بهذه الشكل وتنلبس بهذه الشكل؟ يعني عندك القطعة الواحدة تقدرين تلبسينها مثلا حق سهرة، وتقدرين تلبسينها مثلا عملي، تقدرين تلبسين تحت الجينز مثلا تلبسين تحته، فيعني القطعة تاخذ كذا يعني موديل على ستايلك أنتي، فكوني أنتي تشوفي أنتي شنو اللي رايحك لما تلبسينها. فيعني الشخص هو بنفسه يقدر مثلا انه هو يخلي القطعه شنو تصير. فيعني انت بحسب ارتياحك، بحسب ذوقك، بحسب حتى مزاجك اللحظي، ممكن ان انت تغيرين فكره اللبس اللي انت لابسته القطعه، ممكن ان هي يوم حب انه اكون انا كاجوال البس معاه جينز، يوم حب ان انا اكون لا شوي رسمي البس معاه مثلا قطعه. فيعني انت اللي تبينه، انت اللي تخيرين، انت نفسك اللي بتلبسينه. حلو. طبعا ريم يحيى الباكر وساره الشنوس اصحاب مشروع الجادل، يعطيكم الف عافيه على تواجدكم معنا اليوم. القطع اللي عرضتوها ما شاء الله كانت مميزه، وان شاء الله نتمنى لكم ان انتم توصلون للمراحل المتقدمه وتحققون كل ما تتمنونه. شكرا على الاستضافه، مشكورين ما قصرتوا. العفو حضرتكم. شكرا لكم. مشاهدينا خلونا نطلع الفاصل سريع وراجع لكم مع اخر محطه لنا لهذا اليوم. مشاهدينا، خصص برنامج شمس البحرين فقرة أسبوعية خاصة بمواضيع العناية والجمال، وكل أسبوع راح نتطرق لموضوع معين وراح نناقش أسبابه وطرق العناية والعلاج من وجهة نظر خبيرة التجميل نعيمة البلوشي، واللي نرحب فيها في أولى حلقاتنا لهذا الموسم. صبحك الله بالخير ويا هلا ومرحبا. الله يصبحك بالخير. بداية أحب أشكركم على هالفقرة اللي سمحتوا لي فيها عشان أوضح حق المشاهدات والمشاهدين الأسلوب والأساليب الصحيحة للعناية بالبشرة. نورتينا وشرف لنا أكثر أكيد بتواجدك، راح نستفيد منك قدر الإمكان وراح نعرف منك يعني حول المواضيع أكثر وأكثر إن شاء الله في كل أسبوع. اليوم نبي نتكلم عن حب الشباب واللي يعانون منه فئة كبيرة من الشباب، يعني بشكل يمكن هو أكثر المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشباب في البشرة. فأول شيء نبي نعرفهم بتعريف حب الشباب غير عن المصطلحات اللي ممكن إن إحنا نسمعها ومعتادين عليها. نعم، هو هذه النوع من البثور والدمام اللي تطلع في البشرة سمي بهالاسم لأن كان يطلع في المراهقين في سن المراهقة. ليش يطلع في سن المراهقة؟ الله يسلمك، لأن الغدد الدهنية في الوجه وفي الجسم تكون نشطة، فلهالسبب ابتدت تطلع يعني البثور والحب الشباب اللي يعني تعتبر من أكبر المشاكل اللي تصيد البشرة. بس يعني الحمد لله إن في الفترة الأخيرة وصلنا إلى عدة طرق بسيطة إن إحنا ممكن نتخلص منها بصورة صحية. حلو. يعني لو بنتكلم شوي، يمكن حب الشباب يرتبط ظهوره بحالات معينة سواء كانت طبية أو نفسية وغيره، وحتى حسب الوجه نفسه. نعم. فلو تذكر لنا بعض أنواع حبوب الشباب وحتى أماكن ظهورها في الوجه، هل تتركز في أماكن معينة؟ بالضبط. هو حب الشباب ما يطلع بس حق الشباب، في بعد الكبار اللي فوق سن الأربعين يبتدي يطلع فيهم، وهناك عدة أسباب لظهور حب الشباب. أهم سبب هو الوراثة، عامل الوراثة هو 80% من ظهور حب الشباب، يلعب دور كبير. إيه نعم. والأسباب الثانية طبعا العناية بالبشرة، النظافة، وبعد التغذية. نلاحظ انه يعني في يعني ناس ما يركزون على اكلهم، ياكلون كله مقليات والشوكليت بعد هالايام اللي زايد، فطبعا هذا يساعد على ظهور حب الشباب. حب الشباب يعني مو هو يعني مو بشيء انه مستحيل ان احنا نعالجه، يعني حسب مجالي انا سويت طرق واساليب بسيطه ممكن الشاب او الشابه او الشخص اللي يطلع فيه، طبعا هاي ما يفرق حب الشباب بين المراه والرجل، فيعني الكل يطلع فيه.
تدفي. ففي سويت طريقة بسيطة إن هم في البيت ممكن يستخدمون يعني الطرق إنه يعني ما يزيده وما تتفاقم المشكلة. طبعًا إذا تفاقمت أنا دائمًا أنصحهم يروحون يشوفون دكتور أخصائي، لأن الدكتور بيعطيهم حبوب تناسب حق حب الشباب. شنو هو هذا البرنامج؟ إحنا لازم دائمًا نركز على غسول البشرة، يعني الكل غسول الوجه اللي يغسلون فيه. نعم، خاصة البشرة الدهنية لازم يستخدمون غسول في حالتهم، وهم لازم 3 مرات في اليوم. واللي بيروحون الدوام بعد يأخذون معاهم الدوام ويغسلون ويهم ويواصلون بعد يومهم. أهم شيء الغسول، ونحاول نمتنع عن استخدام أي كريمات حق البشرة، لأن الكريمات بتغذي الدهون، فنخلي البشرة في أكثر الأوقات جافة. ممكن إحنا مرة في الأسبوع نستخدم قناع الطين البحري، لأن قناع الطين البحري بعد يجفف المسامات. وعلشان نتخلص من الجلد الميت نستخدم صابونة اللي هي فيها تقشير خفيف، ما نستخدم التقشير اللي فيه حبيبات، لأن الحبيبات بعد بتدخل في المسامات وبتسوي بعد مشكلة، بعد مشاكل. مشكلة ثانية. فهذه هي الطرق. سألتيني عن الأماكن اللي ممكن تظهر فيها. إحنا عندنا في التجميل خارطة الوجه. إذا في حبوب في اليبهة أكثر احتمال إنهم عندهم قشور في الشعر. وإذا طلع على الخدين هذه طبعاً المعدة، الأكل الدهني اللي يأكلونه تطلع حبيبات هني في الخد. وهذه المنطقة طبعاً هذه الهرمونات. أوكي. فكل منطقة من المناطق يتحكم فيها شيء معين. يعني هذه المعلومات ممكن أول مرة أسمعها، وأكيد بيستفيدون منها المشاهدين، بما أنها معلومات يعني مهمة على أساس أنهم يعرفون المكان اللي يظهر فيهم حب الشباب، يعرفون يعالجون شنو المشكلة اللي هي فيهم تحديداً. بس الكل يعني خاصة في فترة المراهقة من سن مثلاً 12 ل 17، الكل لازم يستخدم غسول طبي يوميا. ونبتعد عن الكريمات. وبعد في معلومه بقول حق البنات اللي يحطون مكياجهم، ضروري ان هم فترتين في اليوم انهم يزيلون المكياج. البنات اللي يروحون الدوام يعني تودي معها الغسول، تزيل المكياج اللي حطت الصبح، لان عقب فتره بيتحول ماده دهنيه وبسدد له المسامات. اذا سدت المسامات ما عاد تطلع البثور والحبيبات. هل في ساعات معينه؟ مثلا انت ذكرتي انه مثلا خلال الدوام، ولكن عقب كم ساعة تقريبا؟ وقبل النوم. قبل النوم هذا شيء أكيد ضروري. إيه؟ إن هم يشيلون المكياج اللي حاطينه، لأن إذا نامت في البنية بمكياجها حتى اللي ما فيها حب الشباب بيطلع فيها. وخاصة هالأيام إحنا طبعا نلبس الكمام، تيني وايد أسئلة من الخوات إن هم بعد لبس الكمام صار يطلع في وجههم حبيبات هني الصغار الحمر. هذه مو حب الشباب، هذه طبعا حرارة الكمام على الوجه ووجود المكياج تحته أو واقي الشمس. إحنا كلنا نستخدم طبعا واقي الشمس، فتطلع حبيبات حمراء. فشلون بعد في نفس الوقت نغسل هالمنطقة، ومرة في الأسبوع نستخدم قناع الصبار. الصبار جدا مهم حق البقع الحمراء اللي تصير، تشوفين في خلال يومين تختفي. اوكي. يعني كل مشكله ولها حل مثل ما ذكرتي. ابي اعرف شلون يتم تشخيص الحالات اللي يتطلب منها التشخيص وعلاج، شلون انت تشخصينهم؟ نعم، طبعا لما تيني الزبونه يكون وجهها ملتهب، وهي يعني وايد ياثر على نفسيتهم. تعرفين هذه الوجه اللي بتقابل فيه الناس، صح. فتيني حالتها يعني وايد تعبانه، فانا اخذها بالتدريج. اول شيء ابى اعرف طريقه اكلها شنو، وطريقه النوم، هل هي تنام عدل؟ لان حتى النوم اللي مو بكافي بعد يطلع. طبعا عامل الوراثه يكون موجود، بس انا اقدر اساعدها ان شلون احنا نتغلب على المشكله، واعلمها شلون تستخدم مثلا الغسول في البيت، في طريقه خاصه بعد حق الغسول، خاصه الناس اللي عندهم وايد بثور. تبلل الفرشاه وتحط عليه قليل من التنظيف او الجل، وبعدين نروح بحركه دائريه. في وايد ناس متعودين انهم يفركون على فوق. اذا فركتي على فوق طبعا بتدش في المسامات وبسبب مشكله ثانيه. حلو. فدائما حركه دائريه. حركه دائريه. نعم. حلو. يعني انت ذكرتي بعض الاشياء اللي ممكن انه يعني يستخدمونها الاشخاص على اساس انهم يقللون من حب الشباب، منها الكريمات والاقنعه. نعم. يعني يمكن اليوم انت ذكرتي لنا بعض منهم. نعم. هل في ايضا ادوات اخرى او علاجات اخرى ممكن انهم يستخدمونها في البيت؟ في هذه الحاله حبيبتي جمانه،
إن ما يستخدمون أي مراهم على وجههم ولا أي كريمات اللي بتغذي البشرة. أوكي. إحنا نحاول نجفف الغدد الدهنية ونجفف البثور اللي طالعة في الوجه. فيعني ما بيصيدهم جفاف إذا هم غسلوا بغسول طبي وحطوا مثلاً قناع الطين البحري مرة أو مرتين في الأسبوع، كذلك قناع الصبار يعطيهم ترطيب طبيعي. حلو. يعني بالنسبة إلى الشفاء من حب الشباب، أنت ذكرتي إنه احنا عندنا مشكله نقدر ان احنا نعالجها. نعم. ونقدر ان احنا نحلها. نعم. بطريقه ما، لكن مثلا فرق السن هل بتفرق مع السن عمليه الشفاء؟ يعني مثلا الاشخاص اللي عمرهم ممكن قليل يقدرون ان هم يشفون بشكل اسرع عن اللي اعمارهم اكبر؟ لا هني ما يختلف طبعا، ما يختلف. بس النصيحه اللي اعطي حق الجميع ان انت او انت يعني شحب شباب شباب وبنات ان انت ما تمسكين وجهك، ما تجيسينه، لان احنا ممكن ننقل البكتيريا من محل لمحل، يمكن طلعت واحده بس اذا جستيها متعودين يستخدمون الظفر، انزين فاذا هم استخدموا الظفر يصير حفره في الوجه. صح، هذه علاجه وايد صعب، وايد معقد ويبغى له مبالغ كبيره علشان تتخلص منه. اما اذا مثلا محل حب الشباب عادة يعطي لون أسمر من لون الفوقي، يعني الطبقة السفلية إحنا عندنا في الخليج شوي أسمر، فصير نقاط سود في الوجه. هاي طبعاً يبغي له ماسكات خاصة، ماسكات زينة، ويعني سكراب وهالأشياء بصورة مستمرة. حلو. أنا اللي كنت أبي أتكلم عنه البقع اللي تصير عقب ما يروح حب الشباب، هذه اللي أنت ذكرتيها. يعني هو هل في مثلا شغلات معينه ممكن ان احنا نستخدمها او طرق معينه ممكن ان احنا نتلافاها على اساس انه ما تزيد من حده هذه الاستمرار، وفي نفس الوقت شلون اقدر انا اتخلص منها بدون ما الجا الى مثلا طبيب؟ اي نعم، هو انا افضل ان ما حد يستخدم كريمات التبييض. كريمات التبييض يبتعدون عنها، يبتعدون عنها خير شر، ما يستخدمونها. معنى الأغلب يعني إذا حب أنه هو يبيض مثل هذه البقع سيدة يتجه إلى الكريمات التبييض، وهاي شيء غلط. إيه بس الحين عندنا كريمات تبييض بس طبيعية، مثلا على الشوفان طبعا تينا ماسكات جاهزة تكوينها مثلا الشوفان وفيهم روب وفيهم الحليب، هاي المواد هي تستخدم ماسك على وجهها اللي وايد عندها نقاط وهالأشياء، هاي خلايا ميتة. أنا بشرح لك الحين شلون تستخدم الماسك، فتدريجيا يفتح لأن البشرة تتبدل كل 28 يوم، يعني ما يعني إذا حطت اليوم بكرة ما بيروح، تتبدل البشرة طبيعيا في كل 28 يوم، فتدريجيا تبتدي تختفي هذه العلامات اللي صارت، فهي ما تستعير في النتيجة، في النهاية عقب 28 يوم راح يتبدل. إينا. لكن وجود مثل هذه الاستخدامات مثل هذه الأقنعة ومثل هذه الماسكات راح إن والكريمات اللي ذكرتيها تكون طبيعية. للتبييض لكن بمواد طبيعية راح تسهل لها. إينا. مثل هذه الأمور. إنزين، يعني في الكثير من الأشخاص اللي ممكن يتابعونا اليوم ما عندهم الوعي الكافي، مثل ما ذكرت اليوم انت شرحتي لنا وعلمتي. نعم. لنا بعض الاشياء. نعم. لكن لو حبوا ان هم يرجعون الى مثلا معلومات تكون تفيدهم، لان مثل ما تعرفين احنا مثلا اذا انا دخلت الانترنت راح تجيني الكثير من المعلومات، في معلومات بتكون صح وفي معلومات بتكون غلط، ممكن اشياء حتى تاثر علي بشكل سلبي، لكن اذا حبوا ان هم يوعون نفسهم اكثر من خلال. نعم. يعني في هذه الموضوع الى وين يتجهون؟ من أي مصادر؟ هي هني دور الأخصائية المعتمدة، يعني اللي هي عندها خبرة في التجميل وعندها شهادات عالية، فهني هي دورنا إحنا إن إحنا نرشدهم على الطريق الصح، لأن كل شيء هالأيام صار تجاري. ففي مثلاً أشياء وايد قاعدين يبيعونها على الإنستغرام. صح. إن يمكن هي بتضرهم، يعني في بعض الماسكات الكريمات مو معقول تشترينها بثلاثة دينار، يعني شنو تركيبتها إذا هي بثلاثة دينار؟ حتى الكولاجين اللي يبيعونه يعني هاي جداً خطر، فاحنا لازم نروح حق اخصائيه او دكتور مثلا عشان يحطك على الطريق الصح ويعطيك الكريمات او الماسكات اللي تناسبك واللي تكون صحيه، لان السوق والصيدليات مليانه. صح. فما يصير ان انا اروح واقرا على الكاونتر واشتري الكريمات، لا انت اتصلي فيني، انا بترك تليفوني مع يعني بترك تليفوني هنا معاكم، اي وحده تبيني تكلمني وانا عندي انستغرام على نفس الرقم. حلو، يقدرون انهم يستفسرون ويعرفون الاشياء والكريمات والادوات وكل شيء ممكن انهم يستخدمونه على اساس انهم يتخلصون من حب الشباب ومن الاثار الناتجه عنه. طبعا. نعم. اليوم تكلمنا عن
حب الشباب وعرفنا شلون يتكون وفي وين وشنو أسبابه وطرق العلاج له في هذه الفقرة. وصلنا إلى الختام، شكرا لك خبيرة التجميل نعيمة البلوشي، وإن شاء الله راح يتجدد لقائنا معك الأسبوع القادم بموضوع يختلف عن حب الشباب. كل مرة في أسئلة واستفسارات واستشارات تختلف إن شاء الله. عن المشاكل العامة اللي تصيبنا إحنا، يعني سواء رجل ولا امرأة هي نفس المشاكل إن شاء الله. يعطيك ألف عافية وشكرا. الله يعافيك. الله يعافيك. مشاهدينا خلونا الحين نطلع فاصل ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا من برنامج شمس البحرين. عودة لكم من بعد الفاصل. مرحلة الطفولة تحمل في طياتها الكثير من المواقف والمشاعر اللي تكون شخصية الطفل في المستقبل، لكن هل فعلا الطفل بيكبر وبينسى؟ هل بيكبر وبيفهم؟ أو إحنا مجرد نتكلم بدون وعي عنه في المستقبل؟ طبعا بالتأكيد موضوع مهم، والحديث عن هذا الموضوع يسعدنا تواجد الاستشارية الأسرية والتربوية أمل سباع اللي راح تتطرق بشكل موسع حول هذا الموضوع والتساؤلات. يا هلا مرحبا فيك أستاذة. أهلا وسهلا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وأتمنى هالفقرة تنور عقول يعني العديد من الآباء والأمهات. أنا متأكدة من هذا الشيء إن شاء الله. طبعا بالتأكيد لأن الموضوع جدا مهم، دائما كنا نسمع يقولون للياهل تكبر وتنسى، هل فعلا يكبر وينسى أو العكس صحيح؟ إذا بناخذ العبارة بيكبر وبيفهم بيكبر وبينسى، باخذ أولا بيكبر وبيفهم. شلون بيكبر وبيفهم؟ إذا احنا الطفل أساسا يمر بمراحل عمرية، في كل مرحلة عمرية عنده يعني في المراحل النمائية في أشياء معينة يكتسبها، مهارات معينة يكتسبها. إذا ما تم تعليم الطفل في هذه المرحلة الصحيحة في الوقت الصح بالطريقة الصح، صعب عليه بعدين يكتسبها. صح. على سبيل المثال عندي التواصل الاجتماعي والثقة بالنفس، هذه إحنا نشتغل عليها من الطفولة المبكرة، ومسألة الاستقلالية نشتغل عليها من الطفولة المبكرة اللي هي حتى نقدر نقول من 4 إلى 7 سنوات، هذه مراحل جدا مهمة. زين إذا الطفل ما انعطى مسؤوليات في هذه المرحلة، أوكي، شلون لما يوصل لمرحلة المراهقة ومرحلة الشباب يكون الأساس ضعيف عنده، المهارة لم تكتسب في الوقت الصح بالطريقة الصح، شلون بيأديها بالطريقة الصح مستقبلا؟ فلازم من البداية من هذه السن اللي أنت تكلمت عنه نبتدي إن إحنا نعلمه مثل هذه المهارات على أساس أنه يكتسبها، لأنه ما راح يتعلمها هو على كبر. لا، هاي الشيء اللي أنت تقوليه. بالضبط، وخصوصا أن إحنا الناس تتوقع أنه لازم أعطيه مهام أو أدربه بشكل جدا واسع كأني أخصائي. لا، خلي يساعد في أشياء جدا بسيطة. صحيح. جدا بسيطة، صح أن يشيله، أوكي، فهني أنا قاعد أزرع فيه مفهوم معين، يعلمه مهارة معينة في الوقت الصح. لكن إذا خليته، واحنا اليوم عندنا المساعدات في البيت، وعندنا الام شايله المسؤوليه وقاعده تحاول تقدم افضل ما عندها، فالولد قاعد طول الوقت ما يسوي اي شيء. زين هني ما اكتسب هاي، بس اعطي مثال واحد بس اللي هو الاستقلاليه، وان احنا مثلا يتحمل مسؤوليه داخل البيت اللي بعدين تهيئ انه يتحمل مسؤوليات اكبر في المستقبل. نعم، بس لكن لو كبر في العمر هل صعب انه يتعلم؟ طبعا، هو لان احنا المهارات، اعطيك مثال الكتابه. صحيح. الكتابة حتى قانونيا ممنوع تخلي الطفل في البيت في مرحلة معينة، ممنوع، لازم توديه يتعلم. صح. هذا قانون. ليش؟ لأن كل ما تأخره في اكتساب مهارة الكتابة في الوقت الصح، أنت راح تعطله بعدين أنه خلاص المدارك اليوم في هذا العمر من 4 إلى 6 سنوات هو الوقت الصحيح للقراءة والكتابة. صح. فلما تأخره أنت تعطله في اكتساب المهارات المتقدمة بعدين، لأن احنا نبدأ بالبسيط ونتمرحل. صح. صحيح. ايه؟ يعني أنا أبي أتكلم عن نقطة أنتي من شوي قبل ما نطلع على الهواء ذكرتي أن احنا فهمنا هذا الشيء متأخر. أبي أتكلم عن يعني ليش احنا تأخرنا أن نفهم أن الطفل لابد أن احنا نعلم المهارات ويكتسبها من يوم ما هو صغير على أساس أنه هو يكبر معها. أوكي، خلينا نقول وعي مجتمعي، المجتمع فهمها بهاي الطريقة، والناس أخذت فكرة العفوية والفطرية في التربية. هذه يعني أعتبرها مسؤولية على كل مربي أنه لازم يفهم هو مو مسألة فطرية، مسألة أنا أحط فيها مجهود. صحيح. في بالفطرة طبعا بحب أولادي،
وهذه بعد نحتاج نتكلم فيها، هاي موضوع ثاني. وفي ان انا اشياء لازم افهمها اتعلمها. زين، انا كمربي اليوم اذا بس تركيزي، وهذا اللي صار برمجة المجتمع، ان احنا بس نهتم بالجانب الفكري، اعلمه، اودي مدرسة، اصرف عليه، الجانب المادي، الصحة، هذه كلها احنا محصورين بين الفكر والجسد. يبقى جانب جدا كبير اللي هو جانب المشاعر، جانب نفسية الطفل، هذا أكبر جانب مهمل وهم يقفلون عنه دائما. بالضبط، مغفول عنه. ليش؟ لأن إحنا أخذناها بالبديهة، كأن إحنا توارثناها، أوكي، وقاعدين نقدم نفس الشيء. ما يصير. يعني حتى دائما أقول مقولة تربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. صحيح. هذه لازم إحنا نأخذها ونعتبر منها. ليش؟ لأن ما يصير الطريقة اللي تربيت فيها، يعني كثر الله خيرهم أهالينا، أدوا مسؤولية جدا كبيرة على الوقت اللي ربونا فيه. صحيح. بس اليوم ما أقدر أربي أولادي نفس ما تربيت. صحيح. فلازم أهيئ نفسي أني أربي جيل جديد، جيل بمعطيات مختلفة تماما وحياته مختلفة. زين، إذا هو اليوم معرض لكثير من الأشياء في التلفزيون، في السوشيال ميديا، لازم أفهم شلون تأثر على نفسيته، شلون تأثر على شخصيته، ثقته. صح. بنفسه. فإحنا بحاجة أن إحنا نتعلم كأولياء أمور ونقرأ. يعني مراحل النمو عند الطفل اليوم لو أسأل فيها أمهات، يعني في عدد ما شاء الله في وعي للأمانة، يعني علشان إحنا ما نقول أنه ما في ناس واعية، في، لكن في فئة كبيرة لحد الحين ما تدري المرحلة اللي يمر فيها الطفل من 4 إلى 6 شنو لازم يكتسب، شنو اللي أركز عليه. صحيح. في ناس تنط لمهارات ممكن يكتسبها الطفل في 7 سنوات أو 9 سنوات وهو عمره 4. ليش تستعجل نضج المهارة؟ خليك مركز في اللي أنت تحتاجه. حلو، أنا أبي أتكلم عن هذه النقطة تحديدا. شلون أعرف أنا أن هذه المهارة لهذه السن؟ أبي أعرف أكثر. أطلع أقرأ. لو شنو هو؟ أطلع أقرأ على الاطلاع والقراءة. من وين أخذ من مثل هذه المعلومات؟ ممكن الكثير من المعلومات اللي تكون متضادمة، ممكن أنا أشوف كتاب معين عقب أروح على الإنترنت أشوف إنه في اختلاف في المعلومات. صحيح. لكن المصدر الموثوق، الجهة اللي يعني أروح لها على أساس إن أنا أخذ المعلومة الصح، شلون؟ هاي طبعا نقطة اتفقية بشكل كبير جدا، خصوصا اليوم مع يعني خلينا نقول انتشار المنصات التربوية، فيها ثقة وفيها الغير ثقة، في الناس المختصة اللي تتكلم وفي الغير مختصة. صحيح. اليوم صار في معلومات كثيرة قاعد توصل للناس. من وين نستقي المعلومة؟ أولاً أنا أتأكد أن اللي قاعد أخذه هذا علم حقيقي، يعني علم نفس النمو. علم نفس النمو هو اللي بيعلمني شلون أربي أولادي في كل مرحلة شنو يحتاجون، أوكي؟ فعلم نفس نمو. أروح حتى لو أسوي سيرج على أي موقع، إنزين، ولكن مواقع، في مواقع سواء كان باللغتين موثوقة بأي لغة أنا أقرأ فيها وأفضلها، بس موثوقة. في اليوم دكاترة مثلاً أو مختصين أو استشاريين، طبعاً خلينا نقول عندهم مراكزهم وليهم شهاداتهم وموثوق. يعني أهم شيء المعلومة من مصدر موثوق، هذا أهم شيء. أنا بالنسبة لي أتكلم كأم، يعني اليوم أنا عندي 3 أولاد، إذا أبي أروح أدور عند مين؟ هل أبحث بشكل عشوائي؟ لا، أكيد لا. وطبعا مثل ما ذكرت المصادر متوفرة على النت، سواء من مصادر موثوقة، من أيضا من تطبيقات. هذا الشيء ممكن يسبب توتر بالنسبة للأم في حال تربية ابنها. مثلا هي في الكثير من الأمهات يقرون شهر بشهر، إن طفلك في الشهر الثاني، طفلك في الشهر الثالث. لو تأخر مثلا، لأنه تقول أنه من المفترض أنه ينطق أول كلمة مثلا في هذا الشهر، وتأخر شهرين، فممكن هذا الشيء يسبب رابكة ويسبب توتر حق الأم. إحنا لازم نفهم أن المراحل اللي نمر فيها، حتى الأم داخل البيت لو عندها توأم، أن كل واحد مرحلتها مختلفة. ممكن واحد يتأخر، وبعض الأحيان التأخر ما يدل على أن في مشكلة. مثلا إحنا حتى في التربية الخاصة لازم نتأكد لفترة طويلة أن الطفل ظهرت عليه أعراض معينة، في تأخير نمائي معين، هني أقدر أقول أن هي مشكلة. أعطيه وقته، أعطيه مجاله، وما أحاول أستعجل عملية نضج الطفل أو اكتسابه للمهارة. لما أشوف المرحلة طولت وما اكتسب، هني أفضل أروح لاستشاري أتأكد. صحيح. اليوم حتى موضوع أن أولادنا يمكن عندهم صعوبات تعلم، عندهم فرط نشاط وحركة، عندهم توحد، عندهم، صار الأهل يشخصون، ما يصير تشخص. صحيح.
ما يصير. لا ليش؟ لان انا قرات بعض المعلومات، انت قرات بعض المعلومات، بس ممكن الطفل هو يحتاج وقته. وفي اطفال ترى يطولون شهور على ما يكتسب مهاره، فاعطي يعني اكون اكثر هدوءا كأم. حلو، انت تكلمتي عن الاستعجال، ومع الاستعجال اعتقد في المثاليه عند الامهات، يعني دائما يحبون ان طفلهم يكون مثالي، ما يعني كل المهارات او كل الصفات لابد ان هي تكون فيه. ابي اتكلم عن هذا الموضوع، المثاليه هل هي شيء ايجابي او شيء ممكن يكون يؤدي الى نتائج سلبيه؟ في نفس الوقت شلون ممكن ياثر على الطفل وعلى الام؟ طبعا المثاليه اساسا هي مو شيء ايجابي. ان احط على نفسي حمل الوصول لهدف متكامل والكمال لرب العالمين، يعني احنا بنبقى نقصر وننقص في كل اداء على جميع مستويات حياتنا، بنكون قاصرين وبيكون عملنا ناقص. لكن اني احط على نفسي عبء كأم، هذا بيخليني متوترة، بيخليني أدش ممكن حتى حالة من القلق، من الاضطراب، يعني اللي والتوتر، واللي في ناس ترى يدشون حالات اكتئاب. زين، هذا كل اللي عندي من مشاعر بفرغه في مين طول اليوم؟ اللي موجودين معي في اللي موجودين، وبالدرجة الأولى الأطفال. زين، هاي إحنا دخلنا في موضوع ثاني الحين اللي المفروض يكبر وينسى. أوكي، فبالنسبة للمثالية حطت علي ضغط، طلعت عندي مشاعر جدا صعبة، فرغتها سواء على نفسي وعلى الأطفال. فصعب جدا هني بدخل في موضوع يكبر وينسى. أوكي، أنا كأم قدمت اللي أقدر عليه، وإن شاء الله بيكبرون وبيفهمون وبينسون. لا، ما ينسى. اللي صاير أن إحنا نفس ما قلنا الطفل عبارة عن عقل والفكر، وعبارة عن النفسية، وعبارة عن الجسد. اهتمام الأغلب الناس عن على فكر الطفل في التعليم واللي يتلقاه من تعليم، ونتنافس وين نوديهم من مدارس، وعلى الجسد صحته، الأكل اللي يأكله واللبس اللي يلبسه. إذن تبقى النفسية إذا هو ما يعني الطفل من احتياجاته الأولية، إحنا حتى لما نشوف هرم ماسلو من احتياجاته الأولية يحتاج الأمان. زين، فالتخويف المستمر للطفل سواء كان من يعني الضغط بعد على الأم، يسوي مشاكل زوجية داخل البيت، يعني بين الأم والأب. زين، فالصراعات اللي تصير بين الأم والأب، الضغط اللي يصير على الطفل، عدم احتوائه، عدم توفر الأمان، هذا كله يوصله إلى دائرة الخوف. دائرة الخوف اللي تسويه طبعا أنه تخلي الطفل يعني يبحث عن جماعات مستقبلا تحتويه. احنا نتكلم عن مرحلة المراهقة والمراحل اللي بعدها، لانه ما حصل الاحتواء داخل البيت، ما حصل الامان بالضبط. فهذه نقطة جدا مهمة. ليش ما ينسى بعد؟ احنا على مستوى الجسد المشاعري والعقل اللاواعي تتخزن الاشياء، خصوصا ان الطفل مين المرجعية الاكبر عنده؟ الاهل، خصوصا امه. اوكي، فالمرجعية الاعلى عنده. زين، اي شيء يصدر منهم ياخذه على انه حقيقه. المصطلحات اللي يسمونه فيها، النعت اللي ينعتون الطفل، البعض اذا يشتم مثلا، هذه كلها ياخذها عن هي حقائق. ما يقول والله امي معصبه الحين وتعبانه وبفهم، لا، ما يفهم، ما يصدقها، ويحفظها، يصدقها. اي مسمى يحصله يصدقه، فيتخزن عنده في وين؟ في اللاواعي. اوكي، خلينا نقول وصل مرحله المراهقه، الشباب يقول والله، يقول يعني ككلام، يقول والله اهلي ربوني وكان افضل ما عندهم قدموا، والله يساعدهم، يعني مثلا ضربتنا، قالت لنا، كانت تعبانه. هو في اللاواعي لا، اللي يصير لما يكمل السلسله، لان احنا سوينا الحين دخلنا في دائره صدمات الطفوله بس مخزنه في اللاواعي. فلما يتزوج، يكون علاقات، يصير أب، تصير أم، ترد تعيد نفس السلسلة. إيه، العديد من الاستشارات الأم تقول يعني مثلاً ما كان عاجبني أسلوب أمي، بس استغربت لما صرت أم صرت أعيد اللي أمي تسوي. تقول صرت أنصدم. من وين؟ لأنه اللي مخزن الحين في اللاواعي كمفاهيم قاعد يطلعها. يعني هو كان طفل في يوم من الأيام تخزنت خلاص، الحين قاعد يطلعها كراشد. نعم. وهل ممكن هذا الشيء أثر عليه على الطريقة المعاكسة، أنه يصير على النقيض تماماً، حاول ما يطبق أي شيء تعرض له في طفولته على أطفاله؟ يصير أنه يتعلم درس، ولكن الأغلبية يتأثر.
مين اللي يقدر ينجو من هذه المسألة؟ اللي يشتغل على نفسه ويطور من ذاته ويحاول إنه يبحث ويحاول يكسر الحلقة حلقة الخوف والأفكار المغلوطة، هي لأنها عبارة عن أفكار ومشاعر. فاللي يشتغل على الموضوع ويكسر هذه الحلقة ينجو منها، بالعكس أصلاً يستفيد، يعني تكون له درس يقدم الأفضل. حلو، يعني شنو مثلا انت كاستشاريه شنو النصايح اللي ممكن تنصحين فيها الاهالي، وخاصه اللي حاطين في بالهم فكره ان لا اليوم احنا قاعدين نربي عيالنا بهذه الطريقه ممكن هو يكبر ينسى، او ان انا اعرضه حق مواقف معينه، او انا اتصرف معاه بتصرفات ممكن تكون مو لائقه بكونه طفل، واحط المسؤوليه بان لا بيكبر وبينسى. انا دائما اقول مشروع الأسرة والتربية هو حالة حال أي مشروع إحنا نستثمر فيه. لما الواحد منا مو جاهز يفتح مشروع تجاري، صح، ما يفتحه، ما يقدم عليه، صح، ما يقدم عليه، وإذا أقدم عليه راح يأخذ خطورة كبيرة في الفشل، في الناتج راح يكون يتحمل كل العواقب بكل أشكالها. اليوم إحنا في زمن ارتفع فيه الوعي التربوي بشكل كبير جدا، يعني أول المسؤولية أشوفها على الشباب حتى اللي مو متزوجين. إذا أنت عندك النية أنك تتزوج وتربي، افهم معنى الحقيقي للزواج، المسؤوليات، مو نفس ما إحنا توارثناها، هي مو بهاي الطريقة. هذه أول خطوة، وأفهم في التربية. يعني ترى اليوم إحنا عدد كبير من المتابعين، من الناس اللي تحضر الدورات مو متزوجين أصلاً، مو متزوجين، يهيئ نفسه لأن عنده النية أنه يخطي الخطوة. إشلون على الأهالي اللي خلاص دخلوا في الدائرة وهم موجودين واليوم عندهم أولاد؟ أثقف من يعني اليوم إحنا لما نهتم في صحتنا الجسدية ونحط على نفسنا شوية عبء، لأن أنا أعرف لما أقصر شوي راح تكون في عواقب، صح، أوكي، وتكون في نتائج سلبية. نفس الشيء ترى التربية، أنا راح أطلع إنسان عنده صدمات وعنده يعني اضطرابات نفسية، وكثير ترى من العدوانيين، من الناس اللي قاعدة تخرب، من هو أصلاً لما ترجع في النهاية موضوع في البيت صاير. فأنا أهيئ نفسي، أعتبره وكأنه مشروع بدخل فيه، أكون مهيئ، دخلت وما خلاص هم أولادي اليوم وعندي هاي الأسرة، أحط شوية يعني مجهود بالضبط، اني ابحث، اني ادور، اني ارجع. ترى اليوم كل شيء متوفر، يعني يمكن من ايجابيات 2020 ولو انها كانت سنه صعبه، بس اليوم احنا قدرنا نتلقى كثير من العلوم من مصادر موثوقه، دورات نحضرها، اشياء نقرا عنها، في المجاني وفي اللي يعني تدفع فيه. ولكن انا وقدراتي وين اقدر اروح؟ الطفل عباره عن مشروع، ولكن مشروع صناعة إنسان متزن أطلع على المجتمع. فدامي اتخذت هاي الخطوة واخذت هاي المسؤولية، أكون قد هاي المسؤولية. أطفالنا في يعني أمانة راح نتحاسب عليها، راح نتحاسب عليها. فالمفروض أن احنا نفهم اللي نقدمه إليهم أكبر بكثير من موضوع العلم واللبس والمستشفيات الخاصة اللي يدخلونها. فما نلقي اللوم، يعني في النهاية ما نلقي اللوم على مثلا الشخص حتى لو ليكبر، لأنه هو أصلا يكون متعرض إلى مجموعة من الأشياء اللي حركت داخله مثل هذه. احنا بنأخذ نقطة جوهرية في الموضوع الحين، لما الطفل يتعرض لصدمات نفسية سواء أو عاطفية في طفولته، وهل قالوا لا تكبر وتنسى، لما يكبر شلون لازم أصلا هو يتعامل على أساس يتخلص من هذه الصدمات؟ هل لازم ينساها فعلا أو لازم يتقبلها ويتعايش معها؟ شوف، احنا إذا بنروح لمفهوم النسيان، هذا مو حقيقي. اليوم لو سألك بالمواقف اللي مريت فيها، سواء كان مؤلمة في المدرسة، في البيت، في، هل نسيتها تماما؟ مو كلها، صحيح، مو كلها، الواحد ما ينساها، صحيح، في مواقف ما تنسى، ولكن اللي يصير ان انا اجردها من المشاعر، مشاعر الألم، فهمت؟ ان الموقف انا اللي انضربت فيه على سبيل المثال لحد الحين عندي ألم فيه، اوكي، بس احاول ان لما اتذكره بدون الم. شلون اطلع من هاي الدائره؟ ممكن تكون البعض يحتاج اخصائيين، لازم يتابع اشخاص يساعدونهم، في ناس تحتاج الى مجموعات دعم وبعد تكون باداره اخصائي، في ناس الوعي والبحث والدراسه والقراءه تعطيهم
المجال انهم يتحررون من هاي المشاعر. حلو. يمكن انا بس اخر شيء ابي استفسر عنه اللي هو الام والاب، هم اثنينهم مسؤولين عن تربيه الطفل، فاذا كان في يعني الام مثلا تتعامل مع الطفل بطريقه صح لكن الابو طريقته ممكن تكون غلط، شلون في هالحاله يكون في توازن بالنسبه حق الطفل؟ هو قاعد يتلقى جزئين، جزء ايجابي وجزء سلبي، في النهايه شلون طريقتين من التربيه، فشلون ممكن هني يصير التعامل الام مثلا اذا كانت تبي تحتوي الموقف؟ احنا عندنا كذا طريقه. طبعا اولا الطريقه اللي جدا واعيه انهم يكونون اثنينهم متفاهمين من البدايه. اذا ما كانوا متفاهمين اثنينهم، الايذاء اللي احنا نتكلم عنه في مستويات، في ايذاء جسدي اضطر اني اروح ارفع قضيه. اوكي، فهني بعد واجب على الام انها تحمي اولادها. على فكره يعني احنا ما اقول ان ابوه ويعنفه خلاص عنده الحق، ما عنده الحق انه يعنف طفل سواء نفسيا او جسديا. فهني انا الجأ الى الجهات المختصه. اذا ما وصلنا الى هاي المرحله، دائما اقول ان الاختلاف في البيت ترى لصالح الطفل، يعلمه ان ترى برا احنا مو كلنا واحد، في اختلافات، فهو شيء جيد مو سيء اذا كان بالمستوى الطبيعي المتوازن. ويبقى على الام، يعني مثلا لو كان الاب خلينا نقول شديد، كلمه شديد فقط مو معنف، يبقى احتواء الطرف. ساعات ترى العكس يكون، ترى يكون الاب يعني عشان احنا ما نكون بعد نظلم الاب دائما اي الصراحه يعني، فيكون احتواء الطفل او الابناء من شخص واحد في الاسره مقابل ان الثاني جاف شوي، يؤدي المهمه نعم. طبعا استاذه امل سباع الاستشاريه التربويه والاسريه، جدا استمتعنا بالحديث معك، شكرا لك على تواجدك. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا. عودة لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، خلونا نتعرف على شاب بحريني يبلغ من العمر 18 سنة، بدأ مشروع الأول في بيع الزعفران وارث هذه المهنة من جده وأبوه، بنتعرف أكثر على قصته في هذا التقرير. بدأ الشاب ياسر مشروع بيت الزعفران وارثا حب التجارة والعمل من جده ووالده، وهدفه هو نشر ثقافة المنتجات العضوية بين جيل الشباب. بداياتي يعني كنت أنا في محل الوالد ويدي في السوق محرك، وكنت أروح المدرسة وعقب المدرسة أخلص الدوام كنت أجي المحل، سيد أجي المحل دايرك لساعة 10:30 الليل، وما كنت أبدل ثيابي المدرسة وكل شيء. عقب يعني كنا نشتغل هناك، الوالد ما كان يعطيني معاش، كان كله حط سيفينج عشان قال إذا تكبر أو شيء عقب أعطيك مرة واحدة. والحمد لله يعني قبل سنة سنتين هاللون الوالد عطاني، قال الحين هذا المبلغ اللي اشتغلت الحين نشوف اللي بنسوي. الحمد لله يعني حصلنا محل في السوق، يعني كان كنت ابغي انا محل هنا في السوق خاصة على الشارع. الحمد لله حصلت يعني اللي بغيت. بديت المشروع الحمد لله يعني يبنى البضاعة اللي بغيت، وذي كل شيء من بهارات الزعفران انواع كل شيء. اختار ياسر مشروع بيت الزعفران لانها مهنة اجداده، والسبب الأهم إيصالها لكل شخص وأسرة بأسلوب عصري ولكن بالنكهة القديمة الأصيلة. صعوبات إن أنا أول شيء فتحت المحل في وقت كورونا، يعني كنت أنا حاط في بالي إن نستثمر أزيد وعلى الخليج ذلين يجون إن شاء الله، بس يعني وقفوا اليسر مبنين اليسر عشان ذي، بس يعني الحمد لله بعد يجون زبائن البحرينيين ذي كل شيء. وجود ياسر في وسط سوق المحرق العريق إحدى طموحاته اللي تحققت، لأن هذا المكان يعتبر هوية البحرين القديمة والتراثية. الهدف إن شاء الله نخلص المدرسة أول شيء، عقب نشوف الجامعة وذي، بس يعني الهدف مالي إنه يكون في بزنس إن شاء الله، بطل محلات غير ذي ويعني فروع غير الفرع ذي الواحد، بس يعني هاي الهدف الحالي اللي عندي. يتميز بيت الزعفران بأجود الأنواع وأفضلها، ويضم هذا المحل الصغير تحت سقفه العديد من المنتجات اللي تهم كل مرأة بحرينية. زعفران عندنا 5 أنواع، الدرجة الأخيرة اللي عندنا أبو شيبة، يعني وردة الزعفران، والدرجة الثانية عندنا أبو شالي، ليش يعني أبو شيبة بس مفتين يعني مبطلينهم بدال الوردة حاطين فلة، والدرجة الثالثة اللي عندنا نقين بدون الابيض اللي فيه، يعني منقعين الواحد الحمر اللي فيه شايلين،
والسوبر نجيني لك الافضل من هذين ثلاثتهم السوبر، يعني شعراتي شوي اطول من الباقي النجين ابو شالي. وعندنا الدرجه الاخير يعني الاولى الملكي، هاي الملكي اللي عندنا شعرات اطول من السوبر، والامتن شعرات الزعفران واللون اقوى احمر يعني يعطيك اقوى. الزعفران الاصلي يعطيك ان اللون ماله يطلع لك جولدن كلر، لون الذهب. وثاني شيء الزعفران ما ينزل تحت الماء، يكون واقف فوق الماء. وبراويكم بطحن الزعفران عشان يبين انه اصلي ولا هاي شعره واحده بس، يعني شعره واحده كفايه حق الدله حق اعطيكم لون الذهب، لون جولدن كلر. الزعفران لازم ما ينزل تحت الماء، يكون واقف على الماء الحين. يعني طبعا مشاهدينا يمكنكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين، وبالإضافة للبث المباشر وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات إذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BH TV and Radio موقع live.bh. وطبعا بكذي نكون وصلنا لختام ساعتنا في شمس البحرين، نلقاكم في حلقة بكرة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.